تصنيف الأكشن من التصنيفات المميزة بعالم الأنمي. هاي الأنميات اللي يكون بيها حركة وقتالات ومعارك أسطورية أو مصاعب كثيرة ومطبات ولازم البطل يواجهها ويتغلب عليها، وأحداثها تتصاعد وتتعقد ثم تنتهي بنهايات متعددة حسب مخيلة الكاتب، وهالشي يجذب المشاهد أكثر وأكثر ويخليه يستمتع بالأنمي من البداية للنهاية. واليوم راح استعرض لكم 10 أفلام أنمي من تصنيف الأكشن، إن شاء الله تنال إعجابكم. هاي الأنميات ما مرتبة حسب الأفضلية وإنما ترتيبها عشوائي، ويلا نبني. وبالمرتبة العاشرة فيلم بلاك فوكس. قصة هذا الفيلم عن بنية اسمها ريكا، وهي الابنة الكبرى لعشيرة من عشائر النينجا، واللي تطمح وتتمنى بأنه تكون مثل والدها، لذلك تعيش حياتها بوحدة من المدن المستقبلية تتدرب على طرق النينجا عند جدها. لكن بيوم من الأيام وبعيد ميلادها 16 تتغير الأمور إلى الأبد، وهالشي يصير لما مجموعة شبه عسكرية تداهم بيتهم ويبحثون عن تكنولوجيا خاصة موجودة عندهم. هالشي يؤدي إلى أحداث كارثية وغير متوقعة وغير حياة البنية 180 درجة. فشنو الأحداث اللي حتصير وشنو المأساة اللي حتصير بحياتها واللي حتغيرها للأبد؟ هذا الشي حنعرفه من أحداث الأنمي واللي مدته 1:30 دقيقة وصدر سنة 2019. وبالمرتبة التاسعة فيلم My Hero Academy Two Heroes. هذا الأنمي معروف ومشهور وصدت من عنده مواسم هواية. القصة العامة للأنمي عن زمن من الأزمان اللي يصير بيه امتلاك القوى الخارقة هو شيء طبيعي، وعن شاب ما عنده قوة خارقة لكن يتمنى أنه يكون بطل. قصة الفيلم اللي بقائمتنا هو لما يتلقى شاب دعوة إلى معرض عالمي للقدرات المميزة وابتكارات أدوات البطل. هذا المعرض اسمه آي إكسبو، وهناك الشاب يلتقي ببنية أيضا ما تملك أي مميزات أو قوى خارقة مثل ما هو كان بالبداية، والأحداث تتصاعد لما آي إكسبو المعرض العالمي يتم اختراقه من قبل مجاميع شريرة. فشنو الأحداث اللي حتصير وشنو اللي حيسوي الشاب حتى ينقذ الموقف؟ هاي الأحداث اللي حتتابعوها بالأنمي اللي مدته 1:36 دقيقة واللي هو من تصنيف أكشن كوميدي مدرسي وصدر سنة 2018. وبالمرتبة الثامنة وفيلم Our Seven Day War. أحداث هذا الأنمي عن مدرسة متوسطة تقع في وسط طوكيو، وقبل العطلة الصيفية يختفي جميع الشبان من هاي المدرسة المتوسطة، وخصوصا الشبان اللي بالمرحلة الأولى. بالبداية ما يعرفون إذا كان هذا الشيء مجرد مصادفة أو هو اختطاف جماعي، لكن بالحقيقة راح يكتشفون أنه الصبيان متواجدين بمصنع مهجور عند إحدى ضفاف الأنهار، وبدعم من زميلاتهم الفتيات يبدأ الصبيان بقيادة ثورة ضد البالغين. فيلم مميز وقصته مميزة، فشنو حتكون نتيجة هاي الثورة اللي راح يقومون بيها وشنو اللي راح تترتب عليها من آثار عليهم؟ هذا الشيء راح تعرفوه من أحداث الأنمي اللي مدته 1:27 دقيقة ومن تصنيف أكشن إثارة درامي واللي صدر سنة 2019. وبالمرتبة السابعة وأيضا فيلم لأنمي مشهور وهو كود جياس. مسلسل الأنمي اللي صدر منه هذا الفيلم هو مسلسل مشهور ونزل منه موسمين رائعات جدا، أنصحكم بمشاهدته. أحداث الأنمي تبدي بعد سنة من وفاة الرجل اللي كان يعتقد أنه هو أكثر إمبراطور بريطاني شرا بالعالم، ومن بعد وفاته وخلال هاي المدة العالم تمتع بسلام ما كان موجود من قبل تحت إشراف اتحاد الأمم المتحدة. ومع ذلك السلام ما طول فترة طويلة، لأنه نجح مسلحين باختطاف الأميرة السابقة واللي اسمها لونالي، وأيضا اختطاف كبير مستشاري الفرسان السود، وهذا الشيء سبب أزمة دولية، وتوجهت الاتهامات لوحدة من الممالك القوية ولكن الغير موثوق بيها،
ولأجل هذا الشيء يرسلون بعض الشخصيات بعملية سرية لهاي المملكة. فهل راح يفكون أسر الأميرة وشنو الأحداث اللي راح تتوالي؟ هذا الشيء راح تعرفوه من أحداث الأنمي اللي مدته ساعة واثنين وخمسين دقيقة ومن تصنيف أكشن خيال علمي واللي صدر سنة 2019. وبالمرتبة السادسة فيلم بليم. قصة الفيلم عن المستقبل التقني البعيد واللي يصير به معرفة البشر أكبر بكثير من الآن، وأحداثه عن بنية تنطلق برحلة استكشافية في مدينة ما تسيطر عليها الآلات في بحث يائس عن الطعام، وتنحرف الأمور عن نصابها لما يقوم فريقها الاستكشافي من غير قصد بتشغيل برنامج دفاع الذكاء الاصطناعي لهاي المدينة، وتعرضت البنية وفريقها للهجوم من قبل الآلات وأصبحوا على وشك الفناء. لكن أكو شخص أنقذهم، شخص غامض قضى على الآلات المعادية كلها، وعلى الرغم من شجاعته وموقفه البطولي لكن ترددوا المجموعة بالبداية أنه يثقون به، وبعد أنه عرفوا شنو سبب وجوده هنا انضموا إليه وتوجهوا يبحثون عن شيء ممكن يكون السبب في إبقاء البشرية على قيد الحياة. فشنو هو هذا الشيء وشنو هدف هذا الغريب؟ راح تعرفون هذا الشيء من أحداث الأنمي اللي مدته ساعة وخمسة واربعين دقيقة واللي هو من تصنيف أكشن خيال علمي نفسي وصدر سنة 2017. وبالمرتبة الخامسة وأنمي إكسال وورد. تدور أحداث الأنمي بسنة 2046 لما يتم القيام بالعديد من الأمور الحياتية على شبكة الإنترنت، ومع كل هذا التقدم التكنولوجي إلا أنه ما تم وضع حد للتنمر. الأحداث عن طالب وهو أحد الطلاب اللي يتعرضون للتنمر، وبيوم من الأيام يتم الاتصال به من قبل بنية. هاي البنية هي الأكثر شهرة بالمدرسة، ويتم عرض هذا الفتى إلى عالم أكسل وهو عالم من عوالم الألعاب راح يقاتل به كفارس للفتاة اللي عرضت عليه هذا الشيء. فشلون راح يكون وضعه بعالم الألعاب وشلون راح يقدر يثبت ويطور شخصيته، هذا الشيء راح نعرفه من أحداث فيلم الأنمي اللي مدته ساعة واثنين وعشرين دقيقة ومن تصنيف أكشن ألعاب خيال علمي وصدر سنة 2016. وبالمرتبة الرابعة وأنمي أرفرزل. فيلم الأنمي هذا قصير يتحدث عن تطور الخيال العلمي، وبسنة 2022 لما صارت التكنولوجيا المتقدمة إلى حد كبير جدا وكثير من الناس انتقلوا إلى فضاء ثاني، ومن ضمنهم شقيقة بطل هذا الفيلم واللي اتصلت بشقيقها بعد 14 يوم من تقدمها لإحدى الأكاديميات وأخبرته بأنه انتقلت إلى الفضاء الثاني وأن جسدها موجود بإحدى خزانات المياه، لكن يحدث حادث يمزق الشبكة اللي تربط الأجساد بالأشخاص المنتقلين بغير فضاء، وهالشي يصير بسبب حمل زائد يؤدي إلى أنه كل الأشخاص اللي انتقلوا للفضاء الثاني يفقدون عقولهم. لكن بعد فترة شقيقة بطل هذا الفيلم تهرب من المكان اللي هي كانت به وتلتقي بأخوها، لكن شلون رجع لها وعيها والشبكة مفقودة؟ فهل يا ترى أنه أكو شخصية ثانية استولت على عقل أخت بطل هذا الفيلم؟ هالشي هتعرفوه من أحداث الفيلم واللي مدته قصيرة 24 دقيقة واللي صدر سنة 2013 ومن تصنيف أكشن غموض. وبالمرتبة الثالثة والفيلم المأخوذ عن الأنمي المشهور The Seven Deadly Sins. أحداث الفيلم لما الخطايا السبعة المميتة يسافرون إلى أرض نائية بحثاً عن عنصر وهمي اسمه سمكة السماء، ينتهي الأمر بشخصيتين موجودين بسكاي بالاس، وهناك يشاهدون أنه كل السكان يمتلكون أجنحة بالفترة اللي يستعد بها السكان لإقامة مراسيم خاصة للدفاع ضد وحش شرير يستيقظ كل 3000 سنة مرة واحدة. لكن مجموعة من الفرسان من جيش عشيرة شيطاني يوصلون للسكاي بالاس ويزيلون الختم عن الوحش، وهالشي يهدد حياة ذول السكان.
فشلون راح تكون المغامرة وشنو اللي راح ينتظر أبطال هذا الفيلم. هذا الشيء راح تعرفوه من أحداث الفيلم اللي مدته ساعة وتسعة وثلاثين دقيقة واللي صدر سنة 2018 من تصنيف أكشن مغامرات خيال. وبالمرتبة الثانية وأيضا فيلم أنمي مأخوذ عن أنمي مشهور وهو Sword Art Online. تدور أحداث الفيلم بعام 2026 وبعد عدة سنوات من أحداث لعبة Sword Art Online الشهيرة واللي صارت بمسلسل الأنمي، لما يظهر شكل جديد وثوري من التكنولوجيا وهو جهاز يستخدم نظام الواقع المعزز على عكس الواقع الافتراضي اللي كان بمسلسل الأنمي. فهذا شيء آمن تماما ويسمح للاعبين باستخدامه أثناء وعيهم، وبالتالي هاي التكنولوجيا تحقق نجاح بالأسواق بسبب تقدمها وبسبب الأدوار الخيالية اللي تضيفها والمكافآت اللي تقدمها للاعبين. بالبداية يبين أنه هذا النظام التكنولوجي ممتع، لكن يكتشفون أنه الحقيقة هي العكس من هذا الشيء. فشنو اللي راح يكتشفوه؟ هذا اللي راح نشوفه من أحداث الأنمي واللي مدته ساعة وتسعة وخمسين دقيقة من تصنيف أكشن ألعاب وصدر سنة 2017. وبالمرتبة الأولى وفيلم A Certain Magical Index. أحداث الأنمي عن مدينة أكاديمية متقدمة علميا على وشك أنه تصير عندهم معجزة جديدة وهي استكمال أول مصعد فضائي بالعالم واسمه أنديميون. اتابع أحداث الأنمي طالب بالمدرسة الثانوية واسمه توما ورفيقه إندكس، هم بحياتهم اليومية العادية لما يتقابلون ويصادقون بنية اسمها أريسا وهي مغنية مبهجة وطموحة. وأثناء هذا الشيء تبدي أحداث غريبة تظهر بجميع أنحاء المدينة، وتزداد الأمور تعقيدا لما تتم مطاردة البنية من قبل السحرة، وبسبب هذا الشيء يقومون بهجوم على مدينة الأكاديمية المتقدمة ويتم إخبار الطلاب الثنين أنه البنية هي جزء من الحرب اللي تدور بين السحرة وبين العلم. أنمي مميز جدا وجميل، هو من تصنيف أكشن سحر خيال علمي، مدته ساعة وثلاثين دقيقة وصدر سنة 2013. ولهنا ينتهي مقطعنا لهذا اليوم. يا فيلم من أفلام الأنمي اللي ذكرتهن عجبكم، واكتبوا لي بالتعليقات يا واحد من الأفلام راح تتابعوه، وإذا أكو أنمي أكشن ما ذكرته لكم أيضا كتبوا لي بالتعليقات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، هالشي يشجعني بنشر المزيد. ومنا لحد ما أنشر مقطع قادم أتمنى لكم أوقات سعيدة وتحياتي لكم.